احتفلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمرور 15 عاما على إطلاق برنامج محطات المعرفة بالأردن بتأسيس 196 محطة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي وسد الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق المملكة. وزيرة الاتصالات مجدي شويكي قالت إن هذه المحطات تعد بمثابة منصة لتقديم البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأفراد في المجتمعات المحلية وتنمية مهاراتهم، وتتيح إمكانية النفاذ إلى شبكة الإنترنت والوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. محطات المعرفة تتوزع جغرافيا حسب احتياجات المجتمعات المحلية والموارد المتاحة في جميع محافظات المملكة، حيث بلغت نسبتها في إقليم الوسط 39%، وفي إقليم الشمال 34%، وفي إقليم الجنوب 27%، وأتاحت الفرصة أمام المواطنين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات للمشاركة إيجابا في التنمية الشاملة والمستدامة. أعداد الذين استفادوا من محطات المعرفة أعداد كبيرة تجاوزت 2.5 مليون مواطن أردني استطاع أن يستفيد من خدمات المحطات، سواء كان بالتدريب المباشر بالحصول على برامج تدريبية حيث زاد عددهم عن 250 ألف مواطن، بينما استفاد من خدمات المحطات سواء كان باستخدام الإنترنت والماسح الضوئي والطباعة وتصفح المواقع الإلكترونية ما يزيد عن 2 مليون مواطن.